مرحبا أصدقائي، معكم رويا من قناة عالم رويا لتعلم اللغة الكردية. حلقتنا اليوم تكملة الأحرف مع أمثلتهم. وصلنا لعند الحرف تا تيبو تا مينات تري، يعني عنب. مثال الثاني تلي، يعني إصبع. مثال الثالث برتوك، يعني كتاب. خلينا نعيد اللفظ تيبا تا ميناك تري تلي برتوك. حرف أ تيبا أ ميناك كورت، يعني قصير. مثال الثاني هنقف، يعني عسل. خلينا نعيد اللفظ تيبا أ ميناك كورت هنقف. حرف أو تيبا أو ميناك موشا، يعني راتب. مثال الثاني بسولة، يعني بطاقة. خلينا نعيد اللفظ تيبا أو ميناك موشا بسولة. حرف فا تيبا فا ميناك فالاهي، يعني فراغ. مثال الثاني نفيس كار، يعني كاتب. مثال الثالث فاغاراندن، يعني رجوع. وهلأ خلينا نعيد اللفظ تيبا فا فالاهي نفيس كار فاغاراندن. حرف وا تيبا وا ميناك وانا، يعني درس. مثال الثاني وينا، يعني صورة. مثال الثالث ولات، يعني وطن. وهلأ خلينا نعيد اللفظ تيبا وا ميناك وانا وينا ولات. حرف خا تيبا خا ميناك خاك، يعني أرض. مثال الثاني خمجين، يعني حزين. خلينا نعيد اللفظ تيبا خا ميناك خاك خمجين. حرف يا تيبا يا ميناك بيف، يعني كلمة. مثال الثاني بياني، يعني غريب. خلينا نعيد اللفظ تيبا يا ميناك بيف بياني. حرف زا والأخير تيبا زا يا ضاوية ميناك زاروك، يعني أطفال. مثال الثاني زاغون، يعني قانون. مثال الثالث زفستان، يعني شتاء. خلينا نعيد اللفظ تيبا زا زاروك زاغون زفستان. وهيك أصدقائي وصلنا لنهاية هالحلقة ولنهاية الأحرف وأمثلتهم. بتمنى أنكم استفدتوا من هذا الفيديو، وإذا عندكم أي أسئلة فيكن تكتبوا تحت بقسم التعليقات، وإن شاء الله رح أرد على كل تعليقاتكم. بتمنى لكم كل الخير والسعادة. مع السلامة.